عنده عامين وهو معتصم في الولاية يرقد على الكردول. يروح يجي البابا يقول له بابا راك لوي وجعتني خذ لي مسافر انا مريض. في الشتاء يرقد في الكردول فهمتني. وقت ساعة وجدت ساعة الفرج ونهبط هبط القائمة فيها لسامي الفاكس هذا جاي يلوج على اسمه. قالوا له اسمك ماهوش موجود. قال لهم كيفاش اسمه ماهوش موجود؟ قالوا لي هذاك ما ثمش اسمك. فعل خويا انا مشى طلع البطو يا اخي ضربوا ضو الله يرحمه مات الله يرحمه وينعمه فهمتي. انا عندي عام ما شفتش خويا عام كامل ما شفتش خويا. مشيت نلقي خويا براسه مطرشق خطرشق مطرشق تعرش معناها ما ماتش من ضربه في الارض راه خويا. خويا ضربوا الضو فلقوا له راسه. وعلاش فلقوا له راسه؟ لانه جماعه الامن يشوفوا له من بعيد ما بوش يشدوه. نهار السبت 16/1/2016 مشى للمندوبيه التعليم بالقصري مع الجماعه اللي كانوا معتصمين معاه في الولايه. كي ايها الناس فرحان انه هو باش يلقى اسمه. كي خرجت المطبوعات هذيك اخذ ورقك الناس الكل عمرها كل شيء دخل باش يشوف اسمه ما لقاش اسمه. انسان فد اي سلقى اصحابه فرحانين اللي هذا فرحان انه هو لقى خدمه باش تتفرهد اموره وتتحسن اوضاعه ويعيش عيشه مرتاحه بكرامه بعزه نفس. لكني احلامه كل طاحت في الماء ما لقاش اسمه فد ما كاينش حتى حل. كاين باش نمشي للولايه مشى للولايه ما حبوش يخلوه يقابل الوالي. علاش ما خلوش يقابل الوالي؟ علاش راهي الكارثه ذي ما صارتش؟ علاش شنو هو الوالي؟ شنو هو الوالي علاش حاطينه في ولايه؟ علاش ما هو باش يحل مشاكل العباد يشوفوا شنو المشاكل الموجوده في الجهه نتاعو؟ علاش اخويا روضة ما يضيعش حقه ان شاء الله. نحن راه ما نضيعوش حقنا. نحن المشاكل ذي خطيتنا لاش عنا عجل ولا كسرنا ولا نهبنا ولا سرقنا. راه مستعد في اي وقت نعملوا اي حاجه. نحن ناخذوا حقونا سلميا بشوي والعداله هي الفيصل. وشكون مسخ اسم خويا انا؟ اسم وقاعة لاعب من الدنيا وقاعة لاعب من المندوبيه والولايه والسيد المعتمد الاول ذا في بالي وبيه. الابواب الكل سدت في وجهه ما لقاش باب حل باش يكون فيه خبز. باين ليه الباب هو البطون تاع ستيك. يلزم باش يلزم هذاك الباب الوحيد هذاك السلطات ثبت عليه. هذا هو بالتجاه الولايه ما لقاش حتى حل. الباب الوحيد اللي هو لقى البطون تاع ستيك اتجاه ليه. انا نطالب من السلطات العليا السلطات الجهويه يلزم دم ولدي ما يضيعش. ونطالب الحكومه بالتتبعات نتاع هالعصابه هذه المفترسه المصاصه الدماء اللي قاعد تمص في الدماء نتاع شباب القصريين وبخص ولدي يعني دم بزا مصطني الدم بزا تحت البطون تاع ستيك. نطالب بتحقيق الملف معناه تحريات دقيقه ونطالب بمحاكمه الاسياد مش السيد الاسياد اللي هذول امتصوا دمه. اذا اخوي توفى نهار السبت ما جيناش حتى مسؤول باش حاسس مسؤول باش يسالنا واش ثم واش ما ثماش. علاش هو نحنا الجزائريه ولا الليبيه؟ راه ماشي رانا توانسه راه امي تونس. انا الهويه نتاعي تونسي. ابناء احلامه فيها اخر فرصه قالها راني عندي اخر فرصه هي هذه القائمه ذي. راه مع السنة ذي 26 ما عادوش يقبلوا في الحاكم. يزمني عندي كان هذه الاخرى نتقبل فيها. يقول كالاخر انا تقبل ونعمل مشروع. يحلم انه هو يولي يعمل كوشة. قال نعمل مشروع في البلاد نعمل حاجة باهية نخدم برشا عباد كانت في البطالة نحب نخدمها معايا. منحبش اصحابي يظهر يقول اصحابي مشهم يخدموا مثال نحب نخدمهم معايا. ديما ظل فرحان ساعة فيه كان متشجع فيها بالقداء. القصرين ذي راي مهمشة شبابها بطال شبابها مرت في مشاكل عديده ان جراء الفقر ان جراء يعلم بهم كان ربي العالي فهمتي. الناس كل فهمتي يعلم بها كان ربي. خويا رضا خويا مات في داء القصرين في داء القصرين في داء تونس.